هو ان شاء الله ان شاء الله نرجع نكسب البطولات كلها تاني من اول وجديد، يعني هننسى السيزون اللي فات ده، وان شاء الله هنرجع ناخد البطولات تاني. بس احنا ان شاء الله بنبص على بطولة عربية وبطولة افريقيا ان شاء الله، يعني ده المفروض التارجت بتاعنا السنة دي ان شاء الله. هو كان في سبورتينج وزمالك واهلي. كان الزمالك كان هو كان قاعد يتكلم مع رئيس النادي شوية، فانا كنت قايلة اللي هو انا مش عايزة اروح الزمالك، يعني الزمالك ما كانش في دماغي خالص. فلما كلموني قلت لهم لا انا مش عايزة اجي. سبورتينج بقى قعدوا يكلموني انا، وانا كانت الفكرة انا كنت بقول لهم اللي هو انتوا لو عايزين حاجة روحوا كلموا مع رئيس النادي، يعني الموضوع مش بايدي انا خالص. النادي الاهلي بقى دخل على رئيس النادي على طول، فهو هما خلصوا الموضوع معاه على طول. فكانوا خلاص، يعني كان كابتن الخطيب جه نادي الشمس وقعد مع رئيس النادي وخلص كل حاجة. فهو يوم ما راح اظن كان هيبقى بنسبة كبيرة ان انا هرجع الجامعة تاني سنة. اظن هيبقى الاثنين، يعني هو يعني دلوقتي هو 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 حافز، هو حافز كبير قوي بالنسبة لي. كمية المسجز اللي جت وكمية الحاجات اللي اتبعت لي كانت حلوة قوي، كانت حافز بالنسبة لي اللي هو لا هما واثقين فيا وحابين انا اكون موجوده. فدي كانت حاجه حلوه ليا اللي هو لا يعني انا رايحه مكان وهم حابين انا اكون موجوده فيه. ممكن بعد كده لما نبتدي نلعب الماتشات هيبقى ضغط ان احنا لازم نكسب، هيبقى ضغط ان انا لازم العب كويس. بس اظن يعني لا الموضوع ان شاء الله هيبقى حلو، يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش الموضوع صعب. حاسه افريقيا بتاعت الانديه المفروض هيبقى الموضوع اسهل شويه من المنتخبات وكده. فلا يعني ان شاء الله يبقى معانا محترفه كويسه، واظن هجيب ينفع يبقى في محترفتين، فيبقى اظن هجيب واحده تانية مع البنات اللي موجوده. لا ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه كويسه في افريقيا دي. يعني كابتن طارق كلمني بعد الفاينلز، وانا اللي هو قلت له لا يعني ان شاء الله، يعني انا ما عنديش مانع ان اكون موجوده في النادي الاهلي، ده شرف اكيد كبير لي ان اكون موجوده. فلما عرف ان انا عندي الرغبه ان انا اكون موجوده، هو راح قال لرئيس النادي، وعلى طول يعني رئيس النادي راجع عندنا النادي وكده. سرايا اظن ان شاء الله ما يقصرش، احنا لعبنا مع بعض كتير في المنتخب. يعني انا وسلعاوي احنا نفس السن 98، فلعبنا مع بعض كتير. وسرايا ورانيم، يعني رانيم لعبت معاها 4 سنين في الجامعه، وسرايا لعبت معاها برده كتير في المنتخب، وفريده وائل ونهشتا برده لعبت معاهم في المنتخب. فلا يعني اظن احنا كل واحده فينا حافظه الثانيه، فلا ان شاء الله ده ما يحصلش وناخد البطولات وهيبقى الموضوع ان شاء الله عادي. هو زودوا سنه عشان حوار الكورونا ده، فبقت كل واحده بقى ليها سنه زياده. فانا خلصت سنه رابعه وقالوا لي اللي هو لو اللي هو هيفضلوا سايبين السكولارشيب بتاعتي عشان لو عايزه ارجع سنه كمان. فانا قلت لهم لما ارجع مصر واقعد كده شويه هقرر يعني الموضوع هيبقى ايه. فلما جيت وقعدت شويه قلت لهم ان انا هو يعني خلاص مش قادره ان انا اسافر تاني بصراحه.